الوقفة جات باش تعبر على حجم الاحتقان والتذمر اللي كيعيشوه العاملين بالمستشفى الجهوي من سوء التسيير وسوء التدبير ولا العشوائية والاختلالات اللي كتراكم يوم بعد يوم. كنا اتخذنا مجموعة من المحطات النضالية، وقفات، اعتصامات، إضرابات، وحتى في هذه المرحلة الثانية اللي هو غادي نواكبوا فيها اليوم، نفذنا وقفة احتجاجية وخرجنا عند الصحافة هنا بناء على المنع اللي لقيته في امام مدخل المستشفى. وغادي يكون غدا ان شاء الله عاوتاني غدا وبعد غدا اعتصام، ونهار الجمعة غادي ننفذوا اضراب. وحنايا عبر المنبر ديالكم يعني تنطالبوا وزارة الصحة وكل من يعني الامر بانه يدخل واحد التدخل اللي هو يكون عاجل، لان الموظفين جد مستائين من العشوائيه ديال التسيير. حنا كنشوفوا واحد السبيطار اللي هو تخسرات عليه يعني الفلوس كبيره والملايين، ولكن كيعيش واحد الظروف، والموظفين كيعيشوا واحد الظروف جد جد قاسيه بناء على النواقص، لا في المعدات لا النواقص كبيره اللي كيشاهدوها اللي كيعرفوها الموظفين داخل هذا المستشفى. المجموعه ديال الخروقات والمشاكل اللي كيعرفها هذا المستشفى الجهوي، لا من حيث التسيير الاداري ولا التسيير المالي ولا الفساد المستشري هنا بالمستشفى. كيف يعقل ان يعني التعيينات كدوز بدون ابي لا كونديداتور، بدون فتح مناصب للتباري؟ يعني ما كاينش تكافؤ الفرص، كاين هنا قمع ديال مجموعه ديال المناضلين والمناضلات اللي كينتميو للنقابه ديالنا، كاين تضييق نقابي، كاين مجموعه ديال الامور اللي في حاله تدهور. كيف يعقل ان يعني هذا مركز استشفائي جهوي تبنى يعني باموال الشعب ودافعي الضرائب بواحد الاموال طائله، كيف يعقل انه كيديغرادا يعني يتدهور يوما الى يوم؟ كيف يعقل ان يجي مواطن هنا للمستشفى الجهوي ويتم ارساله لشراء حقنه سرانك ولا لشراء بعض المستلزمات الطبيه كالاكسجين؟ جاي واحد اون اورجونس وغنصيفطو يمشي يشري ماسك ديال الاكسجين. كاينه واحد الحاله ديال العشوائيه، كاينه واحد الحاله ديال الا شفتو غير هنا البارافارماسي اللي كاينه هنايا وقفتوا فيها واحد شويه، غيبان لكم مجموعه الناس جايبين معاهم لي زوردونونس باش يشريو لي مستلزمات طبيه باش يتلقاو العلاجات، وخصوصا في الحالات المستعجله. هذه من بين الامور الخطيره اللي كيعرفها والتجاوزات الخطيره اللي كيعرفها المستشفى. وطالبنا ما من مره بلجنه افتحاص مالي واداري للمستشفى، لكن باقي حنا كننتظروا التدخل ديال الوزاره العاجل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.